عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، اموركم هانيه. اليوم غادي نشارك معكم واحد، والله ما عرفت اخوتي واش اكله واش ما عرفت، المهم الدنجال. اللي ما عزيزش عليه الدنجال ما كياكلش الدنجال مزيان، الا بهذه الطريقه غياكلو بعينيه مغمضين بلا لا يطري عليه. المهم اش كنحتاجو هنايا؟ انا درت غير جوج مركي البنات. قلت لكم راني درت الدنجال، ديروا على حساب الافراد اللي كاينين ديال العائله، القياس اللي بغيتو نتوما، عينكم ميزانكم. المهم كتقطعوا الدنجال هكا، تقشروا غير هكا، كنقشروا غير هكا، كنقشروا كنخلي ديك الجلده الكحله، ما كنحيدهاش كامله، يعني كنضرب ضربه بيضاء ضربه كحله هكا كتقول لي الهضره. صافي، المهم اش كنحتاجو؟ كندير انا غندير بيضه اختياريه، بديروا البيض ديروه، ما بغيتوش ما ديروش. المهم انا حيت قال لك البيض كيشرب ما كيخليش الدنجال يشرب الزيت هكاك. بلات طارت لي واحد القشيره هنايا، كندير شويه الثومه بودره، عينكم ميزانكم في العطريه، ماشي بالضروره ديروا القياس وهذا، شويه الخل غير قطيرات. ملحه، كمون، نص معلقه كمون، نص معلقه ديال التحميره، البزار نص معلقه، الخرقوم البلدي تاهو نص معلقه، كنديرو الدقيق القياس اللي بغيتو، انا درت نص زلافه فورس، الماء على حساب تتجمع لكم هذا الخليط. تقوم تزيدوا الماء، تشوفوا القياس اللي بغيتوا فاش هاي فاش غيتغطس الجنب. هانتوما بحال شكل داك الخليط ديال الكيكه، بسم الله غنبدا نلوح الدنجال. اللي بغى حتى هذه اختياريه، اللي بغى يدير الدنجال غير في هذا الدقيق، يكتفي غير بهذا الدقيق صافي، ولوحو ديريكت في المقله. اللي عنده داك الشابلور ولا هذا، انا ها هو درته، لكن الصراحه ماشي شريته، درته كيشيط ليا الكومير، كنلوحو في الكونجيلاتور حتى كنبغيه كنقطعو طريفات كنديرو، راه كلشي هذه الطريقه، راه كلشي عارفينها، كلشي الناس عارفينها، كنديرو في الفران واحد شويه، تيبان ليا بدا كيتحمر وكنجبدو، كنخليه تيبرد وكندوزو في الهاشوار صافي، كيخرج ليا الشابلور، مينا مصطي يمشي يشري من الحانوت. هاد الطريقه بلاتي، المهم نوريكم الطريقه باش نمشي نكمل القليان عاد. لا ديري فيها الفرشات، لا راه مبغيتش مكتزقاش، شفتو هاك خليو هز هز الدقيق، باش يبان لكم رديت انا الزيت كي يسخن قبل، دابا راه سكت غادي نلوحو ديريكت، مغاديش نتسنى الزيت تا يسخن، راه سخان. يلا اجي
ريبت الحفله انتم. وبصراحه هاد ملي كنديروا في هذا الخبز المحمص كيجي تاني واعر. بسم الله. مازال البنات غندير لكم واحد طريقه اخرى للبصله كتجي بحال اللي كتاكلي في الكروبي. غادي ندير ان شاء الله حتى هي غنشاركها معكم الفيديو الجاي ان شاء الله. قنعت ليش الفرشيط ما كتجمعش ليا راني درت يديا كذا مغسولين ضروري بنادم اللي بغا يقرب شي حاجه ضروري غادي يغسل يدي. انتوما البنات كي كيبان لكم دابا كيبانش لكم واش دنجال كتقولوا غير شي حوت بحال هكا شي بحال كالامار بحال شتي الزيت داك الزيت اللي درت هو اللي بقى ما كيشربش الزيت. غنبقى غادي بحال هكا تكمل هانتوما الدنجال ديالنا كيجا نجرب شي بحيدة. بسم الله. سمعوا ما سمعت والو صافي راه سمعوا حطي داكشي بلاتي بلاتي ها هو سمعوا واحد القرمزة مكرمين نقول لكم والله ولادكم ولا شي واحد ما كياكلش الدنجال والله حتى ياكل بهذه الطريقه. ها انتم كيفا قلبي واعر واعر او هجن ابني ماشي تكمل بقات فاليكم بحال باغا ندابز كيكم البنات. هاد الطريقه ديال الدنجال شكون اللي وراها ليا؟ ولدي صلاح ولدي الكبير فرمضان جا قال لينا ماما الدنجال كاين بزاف هكا غنوريك واحد الطريقه ديالها ليه وراها ليا ودرتها من تما ولينا كناكلو الدنجال يوميا فرمضان يوميا. ان شاء الله دابا نطلبوا شي نهار يطيب لكم شي شهيوه راه كيعرفوا الشهيوات داكشي ديال رمضان ان شاء الله غادي نطلبو. هو كيطيبها في رمضان حيت كيبقى يتشهى في الزنقه كيجي كاين لا بنادم ملي كيكون صايم ديك الساعه كيبقى يتشهى وكينوض سبحان الله العظيم كتكون فينا واحد الجهد واحد الزعامه كتكونوا متحمسين سين طيبوا نديروا نحطوا ايوا الحمد لله على كل حال. المهم جربوها وردوا عليا وما تنساوش جيم كومونتير واللي مازال ما تابوناش يتابونا واللي تفرج في الفيديو يدير لايك راه كيعلموا فيا قبيله ما جات نقول لكم قبلوا عليا وصبروا معايا حتى نتعلم راه باقا ما ماشي انا اميه ولا دابا كاع حتى لديك الدرجه غير هو مازال ما كان دابا قدام الكاميرا ما كتزعميش ما كنزعمش وكتكلف ليا الهضره وكتهرب ليا الهضره وداك الشيء ما راه تجلسوا معايا مباشره راه نقطع غتندموا الضحك والمهم وقولوا لي واش عجبتكم الطريقه باش كنهضر معاكم واش عجبكم هاد شويه ديال الكوميديا شويه الفكاهه اللي كنديروا ولا ما بقيناش نديروها وشنو الاخر والمشكله بلاتي نقول لهم المشكله كنصحح ليها شي اخطاء كتقولهم كنصحح لهم كنصححهم ليها
ابوني كتقول ليها ابوني او فلوغ كتقول لها بلوك 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 7 ولا بلوك 5 المهم كنصحح ليها وما كتبغيش تصحح الناس كلهم ما تزادوش معلمين وانا يا ماشي من داك النوع اللي غنبدا نتكبر نبدا نتشيك ونبدا انا راه انسانه راه غير بسيطه وفقيره وماشي شي وحدانيه ليا هذا وغنبدا نفوح ونبدا نتكبر نبدا نصنع في الهضره ونبدا لا انا ما هذاك الشيء ما عنديش معاه عندي ديريكت اللي بغاني هكا مرحبا اللي ما بغانيش هكا مرحبا هذا الشيء اللي كاين ايوا واش غنقول لكم يلا جربوها وراه غادا تعجبكم ولا بغيتو مازال جديد قولوها لي نعطيكم جديد ما بغيتو هو هذا الشيء اللي كاين ثاني بقيت بحال غندير الدقه مره هكا هكا تخبط تخبط يلا السلام عليكم البنات الله فراسكم